السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. بايدن يهاتف السوداني، سد الفجوة واعتراف بمكانة العراق وثقله في المنطقة. طهران، خطوط حمر للحرب على غزة وعواقب وخيمة تنتظر الكيان المؤقت. حياكم الله مشاهدي الأحبة، حلقة جديدة من حصاد الأيام. في ساعة متأخرة من ليل بغداد هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء العراق محمد السوداني، الاتصال اللي لم يأتي من فراغ إنما كان ترجمة طبيعية لدور العراق وثقله في المنطقة، وعده أحد أبرز محركات الحل لأزمات المنطقة الإقليمية. وعلاوة على ما ذكر، فإن هذه المكالمة ليست محصورة بنقاط النقاش، إنما تمثل منطلقا لسد الفجوة وجفاء العلاقة خلال المدة الماضية. فالإدارة الأمريكية أدركت حاجة واشنطن المتزايدة لبغداد كونها نقطة الاتصال بين الشرق والغرب والرقم الصعب في المعادلة الإقليمية. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة، بعد أن تخطت الحرب على غزة خطوطها الحمر وتوغل الكيان في إيذاء سكان القطاع بأبشع صور جرائم الإبادة والعقاب الجماعي، فإن طهران توعدته برد مزلزل على سلوكياته الدموية، أبرزها القيام بأعمال استباقية خلال المساحة الزمنية المقبلة. فالمقاومة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي ولديها من الخيارات الضاغطة التي ستغير المعادلة الحالية وتستكمل مراحل عملية طوفان الأقصى، وأي حماقة إضافية ترتكبها تل أبيب فإن ثمنها مزيد من العواقب الوخيمة اللي ستترتب عليها ويكون ثمنها باهظا على الكيان المؤقت. هذين ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الميالي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياك الله دكتور ضيفا كريما. من تشكيل الحكومة الحالية دكتور أحمد ولليوم، ما كانت أكو مؤشرات عن تعاطي وانفتاح أمريكي مع العراق، بالعكس يعني أكو مدد ضيقت فيها الإدارة الأمريكية الخناق على حكومة الإطار. نتحدث عن الاتصال اللي بارحة صار بين بايدن والسوداني، كانت إلى معطيات معينة حسب قراءة حضرتك؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد على الاستضافة، وتحية طيبة لكم وللمشاهدين. حياكم. أنا ما أعتقد أن هناك يعني نوع من التقاطع الواسع ما بين
الإدارة الأمريكية وأيضا الحكومة العراقية. صحيح يعني قد نقول بأن السيد السوداني هو مرشح للإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي يعتبر بنظر الولايات المتحدة كقوى سياسية مقربة من إيران ومحور المقاومة، وهذا بشكل أو بآخر يتقاطع مع المصالح الأمريكية. ولكن أعتقد أكو تركيز على جانب مهم وهو جانب أممي غربي أمريكي على شخصية رئيس الوزراء، لأنه يعمل بمهنية وهناك نوع من الاستجابة لشخصية رئيس الوزراء مع المجتمع الدولي وتحديدا مع المصالح الأمريكية وكل التحفظات العراقية المتمثلة بعدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل بالشأن السياسي والدبلوماسي العراقي وعدم التجاوز على السيادة العراقية، وأيضا وضع القوات الأمريكية في العراق، تصريحات السفارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين، أعتقد كلها تم احتوائها يعني إلى حد عدم توسعها حينما كانت في مرحلة السيد الكاظم. كان هناك تدخلات فجة من قبل ما ذكرته من جانب الولايات المتحدة. هذا لا يعني بأن هناك يعني نوع من الود أو نوع من المصالح المباشرة المتبادلة ما بين الحكومة العراقية الحالية وإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، بالعكس أكو تحفظات وأكو ضغوطات مباشرة، وأيضا حتى بعض التدخلات اللي أعتقد يعني تصل إلى الحكومة العراقية عن طريق القنوات الاتصال الغير رسمية. ويبدو أن الاتصال الهاتفي اللي جرى اليوم وهو اتصال مباشر ما بين هذا اتصال مباشر، يعني هل هو خير شر على العراق دكتور؟ لا، أنا أعتقد يعني قراءتي إلى أنه أكو تحول بنمط العلاقة، هناك تحول جديد. أكو كان في البداية تخوف من شخصية السوداني، ثم نوع من الانفتاح والدعم، بغض النظر عن رغم أكو وجهوا إلى بعض الضغوطات على أسماء معينة في كابينة الحكومية، وأيضا أكو خطوط حمراء وضعت أمامه بخصوص السياسة الخارجية، ولكن بكل الأحوال يعني التعامل كان مع إيران أو مع روسيا أو مع الصين تعامل طبيعي، لم تكن هناك استجابات حكومية للضغوطات الأمريكية، وهذا أعتقد مهارة دبلوماسية واضحة مثلتها المصالح السياسية العراقية على المستوى الدبلوماسي مع الجانب الأمريكي، وهذا هو المطلوب. لا نريد حرب معلنة مع الولايات المتحدة، ولا نريد هناك تدخل وتأثير وتوغل أو تغلغل أمريكي في القرار السياسي العراقي والسيادي. اليوم أعتقد أنا قراءتي أكو تحول جديد، وهذا التحول هو بنوع من التهديد المباشر لرئيس الحكومة. أقرأ بهذه الطريقة. طيب، إنه راح تدخل جزئية مهمة أيضا، يعني إذا كان تهديد مباشر الاتصال الهاتفي، يعني هل هو دلالة الإدراك الأمريكي أن العراق رقم صعب في المنطقة وما يمكن تجاوزه عبور يعني عبور الكرام؟ الأهم من كل شيء هو أحد أركان محور المقاومة اللي تستعد للمشاركة في طوفان الأقصى عاجلا أم آجلا، يعني هذه المتغيرات التي لا زالت تطرأ على الساحة السياسية الإقليمية، هل لها علاقة بهذا الاتصال؟ نعم، يعني هذه يعني القراءة اللي ذكرتها أجوبتها واضحة، يعني فسرها طبيعة الاتصال ما نقل إلى وسائل الإعلام حتى ما تم التصريح به من المكتب الإعلامي رئيس الوزراء وأيضا البيت الأبيض عن هذا الاتصال. يعني إذا ما نقرأ التوقيت وأيضا طبيعة المكالمة رسميا نتحدث عن ما تم التصريح عنه، أكو نوع من الضغط الأمريكي على العراق في موضوع غزة وموضوع إيران وموضوع الفصائل. بصراحة أولا هناك أشبه بأمر وجه إلى السيد السوداني بأن يتحدث مع الإيرانيين حول عدم التصعيد في ملف غزة، وأيضا عدم التصريحات إطلاق التصريحات المتشنجة، وكذلك الدعم المقدم إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا الجانب. القضية الثانية، أعتقد هناك يعني معلومات مؤكدة للجانب الأمريكي بأن فصائل الحشد الشعبي
وهي فصائل المقاومة، قد تكون الفصائل الغير يعني رسمية أو هي رسمية لكن هي غير مرتبطة بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، قد ذهبت إلى مناطق الصراع في مناطق سوريا وجنوب لبنان، وهي متأهبة إن لم تكن قد انخرطت في عملية المقاومة، لأن استمرار حقيقة قدرة حماس والقسام والفصائل الجهاد الإسلامي والكتاب الأخرى لحد هذا اليوم بالمقاومة والرد والاستهداف، أنا أعتقد هو ليس يعني محل تزايد فردي لهذه الجماعات ما لم تكن هناك دعم من قبل فصائل المقاومة الأخرى في العراق وفي لبنان. هذا جانب، عفوا أحمد. والجانب الآخر هو أن يكون الموقف العراقي أيضا موقف حيادي أو موقف داعم للجانب الأمريكي. أكو تصريحات تطلع من تعرف من قوى سياسية مؤثرة على الحكومة أو هي داخل الحكومة، وأيضا هناك وقفات وهناك احتجاجات وهناك مظاهرات، أكو نوع من حقيقة الشيء اللي خاصة بعد يوم الجمعة شيء وصل للعالم بأن الجانب العراقي سيشكل رأس الحربة في تأجيج الرأي العام الغربي والإسلامي ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وهذا خطر وهو يعتبر نصف المعركة، الجانب الإعلامي والجانب الاحتجاجي والجانب الرفض والإدانة بالطريقة اللي تصورت في العراق منذ يوم الجمعة وحتى من أول أيام الرد على طوفان الأقصى، أعتقد أوصل رسائل يعني مقلقة بالنسبة للجانب الأمريكي والإسرائيلي من العراق يلعب دور مباشر ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والسوداني، هو المسؤول التنفيذي وعليه أن يقف ضد ذلك. طيب لو تحدثنا عن خارجية طهران اللي كان عندها مواقف شديدة اللهجة من الحرب على غزة، هل رأت الإدارة الأمريكية أنها مجبرة على الرد من خلال نافذة العراق؟ بالتأكيد، لأن حقيقة الآن تعرف عملية التواصل ما بين الجانب الأمريكي والإيراني بشكل رسمي نتحدث في هذه الحرب منقطع منعدمة تماما، ولا يوجد هناك اتصال حول هذا الموضوع، هناك تصريحات متصاعدة يعني من الخارجية الإيرانية وأيضا الحرس الثوري الإيراني وأيضا الإمام الخامنئي، كل هذه التصريحات أعتقد هي داعمة بزخم كبير جدا لفصائل المقاومة وأيضا مدينة بشكل كبير يعني القصف الوحشي اللي تقوم به إسرائيل ضد غزة. بالنتيجة تعتقد الإدارة الأمريكية أن السيد السوداني أدى بعض الأدوار التفاوضية في مراحل سابقة مع ترتيب الأجواء بين الإيران والسعودية، أيضا موضوعة الغاز، استثناءات دفع الدولار لإيران من أجل استمرار مد تدفق الغاز الإيراني إلى الكهرباء العراقية، هذا أعتقد انطباع معين أو بسيط أو محدود بأن السوداني قادر على أن يتواصل بشكل غير رسمي مع الوساطة العراقية يعني من أجل حقيقة تشكيل مسار تفاوضي غير مباشر بين أمريكا وإيران يعني هي أمريكا بحد ذاتها هي تريد أن يقوم العراق بدور الوساطة بينه وبين إيران، بينه وبين لبنان، محور المقاومة عموما باعتبار علاقة العراق جيدة مع جميع هذه الأطراف. نعم، وشخصية السوداني مؤهلة لذلك، يعني لا هي شخصية يعني تعتبر شخصية إيرانية محضة بامتياز، ولا هي شخصية معادية لإيران، هي شخصية تمثل جانب رسمي مهم وعلاقات إيجابية أيضا رسمية مع هذه الأطراف، مع ذلك هو يعني يذهب إلى أمريكا ويذهب إلى أي دولة غربية رغم تحفظات إيران رغم تحفظات محور المقاومة، وبذات الوقت هو يتعامل مع إيران ويتعامل مع محور المقاومة ويدعم هذا المحور وهذه الدولة في مقابل عدم قبول أو تحفظ الجانب الأمريكي وأيضا الغربي. إذن هذه الشخصية أنا أعتقد فيها ميزات مهمة، أتحدث عن حكومة، أتحدث عن رئيس وزراء قادر على أن يتحدث بشكل قد ينصت له الإيرانيون. طيب نقدر يعني نفسر الاتصال أيضا هو استعانة واشنطن ببغداد لتهدئة
حركة حماس وضربات لجيش الاحتلال؟ جزء من عنده نعم، لكن الشق الأساسي أنا ذكرته قبل قليل قبل المداخلة الفائتة حول موضوعة الحشد وموضوعة يعني الفصائل، وأيضا حول موضوعة إيمان أكثر مما هي اتصال مباشر بغزة. أيضا الموقف يراد للموقف العراقي بأن يكون موقف حيادي، لأن واضح موقف العراق يعني منحاز 100% للقضية الفلسطينية ولي غزة. وحتى تصريح السيد رئيس الوزراء اليوم المكتب الإعلامي وضح أن يجب أن يكون هناك ممرات آمنة لإيصال يعني المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذا هو واضح بأنه رفض صريح للدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة. بالنتيجة نعتقد ما تم تذييله بالبيان اللي صدر من مكتب رئيس الوزراء واضح بأنه رد على الرئيس بايدن بأن العراق موقفه ثابت بأزاء دعم القضية الفلسطينية، لكن سيتحدث أكيد مع الإيرانيين حول مسار تسوية وليس مسار تهدئة أو لجم الموقف الإيراني من هذا من هذه الحرب. طيب ليش بغداد دكتور يعني بالذات أكو محاولة اختراق موقفها تجاه أحداث غزة؟ يعني أكو فعالية تحركاتها، مواقفها الرسمية والشعبية الرافضة لما يجري في القطاع وفلسطين عموما. يعني تعرف العراق موقف اولا الدوله اللي نقدر نقول الوحيده اللي ما ممكن تطبع مع الكيان الصهيوني، واذا نتوقع 21 دوله راح تطبع مع الكيان العراق راح يذهب بهذا المد، مع وجود بعض القوى السياسيه من هنا وهناك تريد هذا الجانب، ولكن تعرف يعني النواة الصلبه للحكم في العراق رافضه قياده وشعب، وهذا أنا أعتقد يعني يحسب له أكثر ألف حساب في الموقف من القضية الفلسطينية. يعني يعرفون بأن كل الأنظمة السياسية تستطيع أن وشفت دول عربية تحفظت في بيان الجامعة العربية ما أدانت إسرائيل، وأكو دول الآن ترسل مساعدات إلى المقاتلين الإسرائيليين ومساعدات إنسانية، ومصر تتفرج على المذابح ولا تستطيع أن تدخل شاحنة واحدة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة، في حين الجانب العراقي حقيقة لو كانت لديه هذه المقومات الموجودة لدى هذه الدول باتجاه القضية الفلسطينية أنا أعتقد ما تستطيع. وشفت الأردن أيضا يمنعون شعبهم، لا أعتقد الحكومة العراقية لو كانت لديها حدود مباشرة مع غزة راح يكون موقف الحكومة مانع لهذا الشعب. بالنتيجة أكو يعني تخوف من الموقف العراقي، من تصعيد الموقف العراقي وتأجيج الرأي العام، هناك تأثر كبير بالمشاهد الحرب اللي تحصل شعبيا وسياسيا وإعلاميا، هذا إلى حسابات مهمة في عملية مسار التطبيع المستقبلي ما بين العرب وبين إسرائيل، وأيضا على مستوى الحرب الدائرة الآن بين الطرفين. إضافة إلى ذلك أنه العراق إذا استمر بهذا الموقف أعتقد رقعة الحرب ستتوسع، وهذه هي اللي تتخوف منها الولايات المتحدة وتريد تحصرها في إنهاء موضوع غزة وتهجير أبنائها ومسحها من الخارطة والبدء بمسارات جديدة. وهذا حقيقة إذا ما استمر من موقف العراقي وموقف المقاومة أعتقد هذا السيناريو لن يتحقق أمريكيا. طيب ماذا عن موقف العراق الداخلي من خلال هذا الاتصال أيضا؟ يعني أكو عندنا الموقف الداخلي بحاجة إلى ردم هو معينة ممكن يترجم بزيارات رسمية، حالة ملفات معقدة بين بغداد وواشنطن، قضية الدولار، ضبط العديد العسكري المتواجد في العراق وإلى آخره. يعني إذا كنت حضرتك تقصد أنه أكو أدوات ضاغطة تستخدم أمريكيا على العراق من أجل تعديل سلوكه باتجاه الحرب، إذا ما قصدت هذا أستاذ أحمد أعتقد هذا حاصل، لأنه الآن لو تجي إلى واقع العملة عملة الدولار هناك ارتفاع أزاء انخفاض قيمة الدينار العراقي، وهذا شيء غير مفهوم بالنسبة للحكومة العراقية في وضع مستقر من الناحية التجارية والاقتصادية. أعتقد أكو يعني بعد هذا الاتصال ما بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة أكو فد إجراءات طرحها السيد السوداني حول يعني قضية السيطرة على أسعار الصرف من داخل البنك المركزي، وأيضا على قضية المنصة وقضية الصيرفات الأهلية. هذا جانب. الجانب الآخر العراق اليوم بنفس الوقت يعني بدأ بزيادة
الاطلاقات النفطيه او التبادل النفطي وفق الاتفاقيه الاطاريه مع الصين من 100,000 برميل الى 150,000 برميل، وهي رساله واضحه انه للجانب الامريكي انه اي مسار باتجاه محاوله دفع السعوديه او دفع اوبك بعض دول اوبك المواليه للولايات المتحده بجعل اسعار النفط منخفضه، فهناك بدائل عراقيه وهو يعني بدائل الصين وروسيا وايضا ايران. بالجانب الاخر ايضا قضيه التهديد المالي، يعني تعرف الان الدولار وصل الى 165 الى 170 وهناك ندره بالحصول على الدولار في المصارف، بس مع ذلك ما حصل اللي تريده الولايات المتحده وهو تحريك الشارع. اعتقد الشارع تفاعل مع غزه اكثر مما تفاعل مع واقعه الحمدانيه، واكثر مما تفاعل مع واقعه ارتفاع سعر الصرف اللي اثر على معيشته، وهذا مؤشر واضح بان هناك الحكومه لها دعم شعبي واضح، وان القضايا اللي تتعلق بالدولار والقضايا اللي تحصل الجانبيه والعرضيه هي قضايا مدروسه بتدخلات خارجيه واضحه، فلذلك اي عمليه ضغط على الحكومه من اجل اسقاطها كما حصل سابقا حكومه عادل عبد المنعم هذا ما اعتقد الى مؤشرات او معطيات على الواقع. طيب. لذلك انا اعتقد يعني عمليه الرد اليوم مع الوضع الصيني والتواصل مع روسيا او حضور رئيس الوزراء في روسيا قبل يومين يعني رسائل واضحه بان العراق بدا قادر على ان يتكيف مع اي فرض عقوبات او تفعيل الادوات الضاغطه الامريكيه على العراق في حال لم يكن لديه استجابه باتجاه تحقيق المصالح الامريكيه والاسرائيليه في المنطقه. طيب يعني هذا الدور اللي حضرتك تميز به العراق بتجاوز بعض نقاط الضعف الداخلي بالذهاب الى البيئه الخارجيه وفرض اراداته وخصوصا في قضية قطاع غزة، يعني هنا نلاحظ وجود المرجعية الدينية في النجف الأشرف ولفتها للأنظار إلى قضية فلسطين، ربما كان له هذا الأثر اللي تفضل به. أكيد يعني شوف يعني تدخل السيد السيستاني دام ظله وأيضا سماحة السيد مقتدى الصدر وأيضا القوى السياسية في الإطار التنسيقي في يعني انتماء كل انتماءاتها السياسية الإسلامية، اعتقد هو اللي شكل هذا يعني هذه البنيه اللي الان يشتغل عليها سواء الشعب العراقي من جهه او الحكومه العراقيه من جهه اخرى. بالنتيجه انا اعتقد اكو اولويه واضحه لدعم القضيه الفلسطينيه، يعني تعرف الان جمهور التيار الصدري، جمهور السيد السيستاني، جمهور الاطار التنسيقي بالمطلق يعني ملايين واقفين مع القضيه الفلسطينيه، واي اشاره الان للتدخل ما اعتقد الحكومه راح تمنع ولا تمانع ولا تستطيع ايضا يعني الولايات المتحده ان تستهدف هذا الجمع المليوني من اجل منع الدخول الى نطاق هذه الحرب. بالنتيجه اكو تخوف حقيقي امريكي، هذا الاتصال اليوم اللي جاء هو صحيح شيء يعني شديد التدخل، ما اسميه شديد اللهجه، بتدخل بامر مباشر، ولكن عمليه الرد كانت رفض، وايضا راح يستمر هذا القلق الأمريكي إلى أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية بمسار تسوية تنصف الفلسطينيين تنصف القضية الفلسطينية، وأيضا لا يتأثر الجانب العراقي ولن يسمح ولا أعتقد راح يعطي مؤشر بأن هناك خضوع عراقي للقرار الأمريكي في مسارات هذه الحرب، وهذا أنا أعتقد راح يكون هناك ثبات في هذا الموقف سواء من مستوى النفط أو مستوى الاقتصادي أو التواجد الأمريكي، لأن أعتقد أن أدوات الرد والتفاعل مع القضية الفلسطينية هو يعني يتجاوز أو يعبر هذه الأدوات الضاغطة التي تمارسها الولايات المتحدة على السودان. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد الميالي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ضيفا كريما في الأستوديو وأثريت الحوار في هذا الملف. مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. طهران خطوط حمر للحرب على غزة وعواقب وخيمة تنتظر الكيان المؤقت.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وبهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الأستاذ هادي جلو مرعي، الكاتب والصحفي ورئيس مركز الحريات الصحفية. حياك الله أستاذ هادي. نتحدث عن التهديدات الصادرة من إيران للكيان الصهيوني، شلون راح تخلق متغيرات في المعادلة الحالية؟ يعني هل التصريحات الإيرانية صداها يمكن في أمريكا قبل إسرائيل؟ كيف راح تتعامل معها واشنطن؟ شكرا استاذ احمد لهذه الاستضافه، و يعني هذا الكم والعدد الهائل من الشهداء الذين سقطوا خاصه في مستشفى المعمداني في واقعه، و يعني واقعه في الواقع مثيره للحزن والوجع ان مستشفى يقصف بهذه الطريقه الوحشيه ومئات من الشهداء يسقطون ومئات من الجرحى، وكارثه انسانيه بكل معنى الكلمه. هذا وصف غريب للهمجية الصهيونية والعدوان الصهيوني الأخرق ولمسانديه من الصهاينة. يعني اليوم لم يعد هنالك في الواقع فصل بين اليهودي والصهيوني، يعني هذه أكذوبة الفصل بين اليهودي والصهيوني، أعتقد أنها أكذوبة يراد من خلالها تمرير اليهود لكي يصهينوا العالم ولكي ينشروا الصهيونية في العالم، باعتبار والله أنا مو صهيوني، أنا يهودي وأنا مجرد إنسان وأحمل الديانة اليهودية وأعتنق الديانة اليهودية. هذا أصبح أمر أنا أعني فقط على الأقل في جغرافيا فلسطين المحتلة، وإلا أنت إذا كنت يهوديا ولست صهيونيا فلا تذهب إلى فلسطين، لأن فلسطين بلد محتل وأهله وناسه مسلمون ومسيحيون ومتجذرين في هذا، وحتى اليهود الأصليين في فلسطين منذ آلاف السنين والذين لم يأتوا من الشتات ربما أيضا لهم معاملة خاصة، ولكن أن تكون يهوديا ومسلحا وفي مستعمرات ومستوطنات فأنت مقاتل وأنت محتل وأنت صهيوني. وبالتالي هذه الجرائم لم تعد يعني او لم يعد بعدها من شيء يتيح الفرصه لكي يدافع احد عن الصهاينه او عن اليهود او ان يبرر. وهذا الغرب القذر العفن الوسخ، الغرب المفعم بالرذيله والانحطاط سواء في فرنسا او بريطانيا او المانيا او ايطاليا والولايات المتحده الامريكيه وغيرها من دول مسانده ومعاضده للصهيونيه العالميه، هؤلاء أيضا هم لم يعودوا منفصلين عن الصهيونية، والعالم كله يدرك ذلك، والعرب والمسلمون عليهم أن يتنبهوا إلى ذلك. يكفي هذا الخنوع وهذا الذل وهذا الهوان وهذا التردي وهذا الشعور بأن المهم أن أبقى في السلطة، أن أبقى حاكما، وأنا أرى هذه الدماء تسيل وهذه المئات من الأطفال والنساء تقتل يوميا وكل شيء يدمر. يعني رد الفعل شلون راح يكون؟ يعني إذا ما أرادت المقاومة الدخول على خط المعركة بشكل مباشر أستاذ هادي، أي الجبهات مرشحة أن تبدأ منها؟ يعني جنوب لبنان، نحن الجبهة السورية، جبهات أخرى؟ لدينا عدة جبهات في الواقع، وهنالك جبهات عابرة أنا أستطيع أن أسميها الجبهات العابرة من اليمن مثلا أو من العراق، ولكن الجبهات المتصلة بفلسطين المحتلة يعني من الجنوب في سيناء ومن البحر الأحمر حتى من الأردن ومن جولان والقنيطرة ومن لبنان، وهذا يعني هنالك أكثر من خمس جبهات متصلة بشكل مباشر وجبهات عابرة. وأيضا الجبهات العابرة يعني إذا قلنا أنه اليمن والعراق، أيضا إيران جبهة عابرة باعتبار أن إيران منفصلة جغرافيا عن فلسطين المحتلة، ولكنها تستطيع أن توجه وأن تساند كما تفعل حاليا وأن تدخل بطرف أو بشكل أساس في المعادلة. وأيضا علينا أن لا نستهين بالموقف الروسي والصيني الذي ربما سيستغل على الأقل استغلال سياسي واستغلال ما أن يكون هنالك مواجهة مع الغرب لإضعافه أو استخدام هذا التدخل كأداة لإضعاف الغرب في من أجل دعم الاستراتيجية الصينية ودعم الاستراتيجية الروسية في صراعهما مع الغرب وفي صراعهما من أجل السيطرة والتمدد في المناطق المحيطة بروسيا والصين. وهنا الدور الإيراني يأتي. الآن الأمور الدور الإيراني إلى يعني هاي الجبهة ليش من دون باقي الجبهات بها معطيات بأن يكون التحرك من هذه الجبهة المهمة وهي قطب الرحى في محور المقاومة وربما كرة الثلج ستتدحرج من عندها في جنوب لبنان؟ ولتجذر حزب الله ومقاتلي حزب الله المدربين والمعدين عسكريا والذين يضاهون في قوتهم قوة مجموعة دول في الواقع وليس دولة واحدة، ويمتلكون من الترسانات الهائلة من الصواريخ والأسلحة الثقيلة و كل المعدات التي نعلمها والتي لا نعلمها وحتى العالم لا يعلمها. أكيد أن يعني بإمكانات متواضعة مارست حماس دورا كبيرا فوجئ بها العالم وفوجئت به
حتى أجهزة الاستخبارات، فكيف بحزب الله الذي يتحضر ويشتغل على هذا الملف منذ 40 عاما وهو يعني قريب جدا من إيران مع هذا التطور الهائل الذي تمتلك إيران؟ أعتقد أنه حزب الله مؤهل تماما ليفتح جبهة على الكيان الصهيوني من الشمال، وبالتالي يكون هنالك تخفيف للضغط على غزة. يعني الآن لو أن الكيان الصهيوني يتعرض إلى هجوم حقيقي من جبهة ما فأنه سيتراجع حتما وأنه سينكفى حتما، ولذلك مرة انكفاء ومرة نتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة ليوم غد الأربعاء للكيان، هل يمكن قراءتها أنها إقناع لنتنياهو بالعدول عن فكرة الاقتحام البري لغزة؟ طبعا هو أكيد سيظهر علنا الدعم الكامل باعتباره صهيوني، أيضا صهيوني متطرف، سيعلن الدعم الكامل لبنيامين نتنياهو ولحكومته، ولكنه في الواقع يأتي من أجل هدف آخر. هو يدرك تماما أنه يعني اشتعال الجبهات سيؤثر حتى على ملفه الداخلي، هو قريب من الانتخابات، الانتخابات مهمة جدا، والجمهوريون حتى وإن كانوا يعلنون دعمهم للكيان الصهيوني ولكنهم يحاولون استغلال الفرص من أجل إخضاع بايدن وإسقاطه وإضعاف حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو حتى الانتخابات النصية التي تلي الانتخابات الرئاسية بعام. ثم أنه بايدن سيحاول لملمة الأوراق وتهدئة الأمور ومنع الاجتياح البري وتحاشي تدخل إيران وحزب الله مباشرة. يعني إذا تدخل حزب الله وإذا تدخل إيران فأعتقد أن الحرب ستشتعل وستتحول إلى حرب كبرى، وستكون الكيان الصهيوني هو الضحية، وهذا ربما ما يفسر حجم الضربات المهولة التي يقوم بها الكيان الصهيوني على غزة، أي أنه يريد أن يبعث برسالة إلى جمهوره بأننا انتقمنا، أننا الآن ننتقم، والدليل أننا قصفنا الأطفال وقصفنا النساء في المستشفى. هذه قراءة مهمة جدا أستاذ هادي، دعني أنقلها لضيفي الكريم انضم معي عبر الأقمار الصناعية من طهران السيد صالح القزويني الباحث في الشأن الإقليمي والدولي. أهلا بك أستاذ قزويني. نتحدث ضيف الكريم الأستاذ هادي جل مرعي عن هذه المتغيرات في قطاع غزة وضعف الكيان الإسرائيلي، وهذا الضعف يبدو من خلال القصف المتحقق والإيغال في هذا القصف. إذا ما تجرأ نتنياهو على الاقتحام البري أستاذ صالح، هل يعد بأن هذا الموضوع نستطيع أن نطلق عليه بأنه قتل نفسه بنفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين، حياكم الله. أنا أعتقد أنه قضية الاقتحام يعني هذه قضية مجرد يعني بالون إعلامي يطلقه يعني تطلقها حكومة نتنياهو من أجل تخويف الآخرين وخاصة تخويف المقاومة الفلسطينية. القضية لن تكون بهذه السهولة، القضية كما تفضلت أنه انتحار كبير لهذا الكيان، أنه يقدم على مجهول، يقدم على يعني لنقل أنها ميدان من الألغام وساحة من الألغام لا يمكن أنه يخرج منها بكل هذه السهولة. أنا أعتقد أنه قضية أنه التهديد باقتحام غزة هذا تهديد لا أساس له، الكيان غير قادر على يعني على السيطرة على كتائر صغيرة في جنين في الضفة الغربية، غير قادر على يعني القضاء على هؤلاء المقاومين الذين لا يزالون في المستوطنات، مستوطنات غلاف غزة، فكيف بإمكانها أن يخوض مثل هذه المغامرة ويدخل إلى غزة؟ هذا مجرد تخويف يعني المقاومين، تخويف الأهالي. إن كنتم تتذكرون في عملية سيف القدس قبل عامين أيضا جرى الحديث عن أنه سوف يقتحم غزة وأنه يريد اقتحام غزة، وكذلك يعني وضع قواته في أتم الجاية، جاء بدبابته على حدود غزة وآليته على حدود غزة، ولكن لم يفعل ذلك لأن اقتحام يعد مغامرة في غاية يعني في غاية الكبر، لأنه ليس باستطاعه القيام بذلك.
طيب استاذ هادي، يعني لما تفضل الدكتور صالح القزويني نسأل لاي حد من التجهيز والاستعداد فصائل المقاومه الفلسطينيه تكون قادره على مقاومه صد هذا الهجوم البري اذا ما كان في السيناريو هكذا هجوم وتكرار مشاهد يوم السابع من اكتوبر؟ هنالك استراتيجيه وضعت منذ فتره طويله بالنسبه لحركه حماس والفصائل الفلسطينيه المسلحه الاخرى استعدادا لما بعد الهجوم الذي شن على المستوطنات في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر. وهذا يعني في الواقع مؤشر على أن هنالك جاهزية لاستيعاب الهجوم البري، وربما هنالك خطة جهنمية تقوم بها الفصائل الفلسطينية لتحويل غزة إلى جحيم للجيش الصهيوني إذا ما تجرأ واقتحم بدباباته، والآن يحاول أن يقصف بالشدة في حال أنه جرى تم يعني اتخاذ قرار بالاقتحام من أجل تمهيد الأرض، أي أنها أرض محروقة ويمكن المرور من فوقها. ولكن السيناريو المعد من قبل حماس مختلف تماما والفصائل الأخرى، وهو السيطرة الكاملة من الخلف على القوات الصهيونية إذا دخلت إلى غزة، وبالتالي الإطباق عليها من جميع الجهات و السيطرة كما فعلوا بالمستوطنات عندما سيطروا على الأسلحة والجنود. ربما سيتم مصادرة حتى الدبابات والمدرعات الصهيونية إذا دخلت إلى غزة، لأنها ستدخل وسط ركام ووسط مباني شاهقة ووسط تجمعات سكانية، وهنالك استعدادات من خلال الأنفاق ومن خلال النوعيات الأسلحة والقنابل المتفجرة على هذه الدروع. وأيضا سيكون هنالك ما يشبه الصدمة باعتبار أن حزب الله لن يتردد في شن هجوم كبير، ربما في حال من الجبهة، طبعا من جبهة الشمال في حال أنه جرى الهجوم من جبهة الجنوب من قبل الصهاينة على غزة، وقد تجري عمليات مشابهة في سوريا، قد تجري عمليات قصف من حتى من اليمن ربما، ولا ندري ما الذي سيحدث، ما الذي سيتطور أكثر في حال هذا الهجوم. ولكن أعتقد أنه الكيان سيتردد كثيرا قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وبايدن كما قلت في البداية سيعلن دعما كاملا لنتنياهو ولحكومته وللشعب الصهيوني، هذه قراءة حضرتك، ولكنه لن يسمح بشن هجوم بري. طيب خلينا ننتقل بهذه القراءة أيضا لسيد الضيف أستاذ صالح القزويني، هل سيبقى الصراع في غزة وأنه قد يتسع لما هو أبعد من قطاع غزة وحدود الجغرافية؟ يعني في الواقع اليوم حتى قائد الثورة الإسلامية أعلن أنه يعني إضافة إلى ما أعلنه الرئيس الإيراني وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنه بدأ صبر المقاومة ينفذ، بدأت يعني الفترة، يبدو أن هناك فترة يعني لإيقاف هذا العدوان وهذه المجازر على غزة. أتوقع أنه أولوية إيران في الوقت الراهن هي إيقاف الحرب، إيقاف المجازر، إيصال المساعدات. الكلام حاليا لا يدور حول قضية أنه المشاركة وتوسيع الحرب، ولكن إذا استمر الكيان في طغيانه، إذا استمر في عدم الاهتمام وعدم الاكتراف ب يعني مشاعر المسلمين، مشاعر يعني الأحرار في العالم، أعتقد أنه يعني هذا لا يمكن الفرار منه. يعني إلى متى يستمر هذا الكيان ب يعني تدمير المباني؟ إلى متى يستمر في ارتكاب المجازر، قتل الأطفال، قتل كل شيء في غزة، ومع ذلك العالم يسكت عن هذه المسألة؟ طيب أنا في الواقع أنا مرة نلوم العالم للسكوت في هذا الموضوع، ومرة أخرى سيد صالح عذرا المقاطعة أستاذ هادي، العالم ليس كله ساكت، يعني أكو هنالك جهات ساكتة، ولكن لو تحدثنا عن الرئيس المصري السيسي لما قدم دعوة للسيد السوداني للمشاركة في قمة طارئة ستعقد في القاهرة بمشاركة قادة وزعامات عربية وأقليمية، هذه الجهود السياسية لأي مستوى برأيك راح تكون قادرة
على سحب صدام الميدان وإدخال المساعدات الإنسانية التي تكدست قبل الدخول. بعد حملة التطبيع التي جرت في فترات وأشهر ماضية، حتى يعني مع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد وزيارة نتنياهو وزوجته إلى مسقط وحملات التطبيع مع دول في الخليج ودول عربية أخرى وقيام الماكينة الإعلامية الصهيونية بعد ذلك منجزا لها ولحكومة نتنياهو، لكن ما يحدث الآن أن هذه العمليات من التطبيع بدأت تتراجع، ثم أن مثل هذا النشاط العربي حتى بالنسبة للدول المطبعة مع الكيان الصهيوني هي أعلنت صراحة أنها ترفض هذه المجازر وأنها تعلن التضامن مع الشعب الفلسطيني وأنها ستقدم المساعدات وهي مستعدة لحضور أي مؤتمر أو ندوة سواء كانت متعلقة بزعامات الدول العربية أو بمنظمات العمل الإسلامي. وهذا ربما يشير إلى أن الكيان الصهيوني سيشعر بعزلة أكبر، أي أن العرب يمكن أن تجمعهم القضايا الملحة وأنهم عندما يشعرون بأن هنالك استنزاف وإهانة للضمير العربي وتعدي صارخ وفاضح فأنهم سيجتمعون، أنهم سيقررون شيئا ما، أنهم سيمارسون دورا ما ليس على مستوى الحرب والصراع بالضرورة، ولكن ما تحتاج إليه الكيان الصهيوني هو فك العزلة والاندماج بالشرق الأوسط والاندماج على العالم العربي وعقد شراكات اقتصادية وسياسية. هذا الأمر بالنسبة لهم سيشكل عزلة، أي أن العرب ربما يكونون فاعلين. صح أن العرب لا ينهجون نهج المقاومة المباشرة وتشكيل فصائل مسلحة واستخدام الجيوش النظامية، ولكنهم يؤشرون حال الرفض لممارسات الكيان الصهيوني، وهذا يمثل عزلة أيضا مضافة وجديدة للكيان، يحاول ربما يكون ورقة ضغط على الكيان وعلى المجتمع الدولي أيضا. هذا من الناحية العربية نموذج المصر والعراقي سيد صالح، ولكن ماذا عن الجهود الدبلوماسية في المستوى الدولي؟ يعني زار بوتين اليوم الصين وكان النصيب الأكبر من المحادثات حول ما يجري في غزة، موقف موسكو وبكين، هل سيبقى في إطار الجهود السياسية أم قد يصل لإمداد حلفائها بالسلاح على غرار أمريكا التي زودت إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة؟ يعني أنا هذا ما أردت أن أسلط الضوء عليه في السؤال السابق في نهاية كلامي، كنت أريد أقول أنه أولئك الذين يأخذون على إيران التدخل في يعني الدول العربية في بعض البلدان العربية، يلا تفضلوا هذه الأزمة حالية الآن، النار مشتعلة في فلسطين، لماذا لا تقدمون على إطفائها؟ مجرد الاستنكار، مجرد الإدانة، هذا لا يكفي. يعني نعم هي خطوة لا بأس بها، ولكن لا يكفي. اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني هي لغة القوة، لغة العنف، لغة الرصاص ولغة الصواريخ، غير ذلك لا يفهم شيئا هذا الكيان. إذا كان هنا إذا لمسنا نوع من الليونة ونوع من المرونة ونوع من التراجع لدى الكيان، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات، أعتقد أن السبب في ذلك هو التهديدات التي أطلقها محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وأنه سيتدخل إذا استمر في غيه وإذا استمر في يعني عدوانه وارتكاب المجازر. هذه هي اللغة التي يفهمها الكيان الصهيوني، اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني ليست لغة الاستنكار ولا حتى قرار مجلس الأمن الدولي كما فعلت ليلة أمس روسيا عندما قدمت اقتراح بوقف إطلاق النار ورفضه حلفاء إسرائيل في مجلس الأمن الدولي. هذه اللغة تعود عليها الكيان الصهيوني ولم يعد يهمه أساسا موقف العالم، موقف الدول. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يثنيه عن مواقفه ويغير توجهاته هو السلاح وهو التهديد، وهذا ما فعلته إيران ومحور المقاومة. هددتا الكيان بأنها سوف تتدخل، وأنا أعتقد أنه سوف تتدخل إذا استمر الكيان في غيه، إذا استمر في ارتكاب مجازره.
اعتقد الناس استاذ صالح سي صالح يعني قبل قليل تحدث ضيف الكريم الاستاذ هادي جلو مرعي عن وصول اسرائيل لمرحله قصف المستشفيات القريبه اصلا من الانهيار، يعني وهذا الموضوع اريد اسال حضرتك ماذا يدلل من وجهه نظرك؟ هذا ما يؤكد انه داعش هي صناعه اسرائيليه امريكيه. داعش، انتم في العراق لمستم كيف ان داعش لم تكن تستهدف اهداف استراتيجيه، كان يهمها الشيء الوحيد الذي يهمها هو وجود مجموعه من الناس في منطقه معينه، ياتي الداعش ويفجر نفسه وسط هذه المجموعه لكي يحدث مقتله كبيره بين الناس. ما يفعله الكيان الصهيوني هو نفس هذا الأسلوب، هو يريد المزيد من القتل، هو يريد المزيد من التدمير، هو يريد ارتكاب المجازر، هو يريد أن يغوص في الدماء لكي يرغم الطرف الآخر على التراجع، لكي يرغم الطرف الآخر على التنازل. ولكن هذا لا يحدث، يعني المشكلة أنه غزة تعودت على هذا الأسلوب، غزة وأهالي غزة وعموم فلسطين تعودوا على هذا الأسلوب، أسلوب التدمير، أسلوب المجازر. كل يوم الكيان يقتل بالفلسطيني، يرتكب عمليات تصفية ضد هذا الفلسطيني في الضفة الغربية في دقيقة تسمح. بالتالي ينبغي وضع حد. الدقيقة الأخيرة لحضرتك الأستاذ هادي، المجتمع الدولي إيش يغض البصر عن هذه الجرائم الإنسانية سريعا؟ الغرب يعد الكيان الصهيوني امتدادا للحقبة الاستعمارية واستنزاف الثروات والأرض، ويعد الكيان الصهيوني ممثلا له في هذه المنطقة، وبالتالي هو لن يتخلى عنها. عدا عن ذلك هنالك سيطرة لحركات الصهيونية على مستوى الأدب والثقافة والإعلام، على العقل الغربي، وكذلك على المؤسسات الاقتصادية والتجارية الكبرى، وهو بالتالي يستعمر الغرب فكريا ونفسيا وعقائديا واقتصاديا، والغرب يشعر بعد ذلك أن الكيان الصهيوني ممثل له ونقطة أو بؤرة استعمار في هذه المنطقة، ولذلك يدعمه بكل شيء. وهو نتاج، الغرب أصبح يعني ربيبا للصهيونية، وكما تعلم أن هنالك فكر ما يسمى بالمسيحيين المتصهينين. وأعلن ذلك بايدن بصراحة، قال أننا صهيوني. إذن إذا بايدن يقول لك أنا صهيوني خلاص حسم الأمر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هادي جلو مرعي الكاتب والصحفي، وأشكر كثيرا شكرا جزيلا الأستاذ صالح القزويني الباحث في الشأن الإقليمي والدولي، ضيوفا أكارم في هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.